إنه لشرف عظيم وعبء جسيم أن أنوب عن أسرة التعليم إدارة مركزية وجهوية وإقليمية لوزارة التربية والتكوين، وعن إخواني وأخواتي العاملين بالمؤسسة إدارة وهيئة تدريس وأعوانا وتلاميذ في رفع أسمى عبارات الامتنان والاعتراف احتفاء بالأساتذة الأفاضل الذين من الله عليهم بإكمال رسالتهم النبيلة وختم مسيرتهم الحافلة بالعطاء والتضحية ونكران الذات لتنشئة أجيال وأجيال على حب الفضيلة وتعظيم العلم والعلماء، وهم السادة محمد حمصار، عبد السلام السكوري، حسن الغيب. أيها الإخوة والأخوات، نشكركم جميعا على حضوركم ومساهمتكم في جلسة العرفان والتقدير لهؤلاء الفرسان الذين أفنوا أعمارهم وقضوا زهرة شبابهم بأداء رسالة وليتوها عن الأنبياء والمرسلين، رسالة هداية الضالين وتنبيه الغافلين وغرس القيم والمعارف التي تثمر الإصلاح والصلاح. إن الرجل مهما أوتي فصاحة في البيان ودبة في اللسان لا يجد نفسه عاجزا عن اختيار عبارات توفي هؤلاء المحتفى بهم حقهم وتختزل عقولا بذلوا فيها ما يطيقون وفوق ما يطيقون من البذل والعطاء، وحسبنا أن نكرمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. أيها الإخوة الأفاضل، ثقوا أنه ليس بين مقام المعلمين والأنبياء والمرسلين إلا ثلاث منازل: ضمير حي وقلب محب وعمل خالص لوجه الله. أيها السادة الأفاضل، إن كان هذا الحفل بسيطا بمكانه وعدد حضوره، لكنه عميق بدلالته ورمزيته، فتقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والإجلال، وشكرا لكم على ما كبدتموه من مشاق وعانيتموه من صعاب لتحقيق غايات نبيلة ونشر قيم الفضيلة. وختاما، نسأل الله العلي القدير أن يجازيكم خير الجزاء، وأن يتيبكم بجزيل العطاء، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك لكم في أولادكم وزويكم، ويمد في أعماركم ويوسع في أرزاقكم. والسلام ورحمة الله وبركاته.